مكرونه في الفرن و عيني طبعا عيني نفسي ومنى عيني. ام تي في وان تي في ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يكرمكم تبقوا دايما متفوقين بالاغاني معنا تاني. نجم حميد الشاعري، شو بهون الشباب مبلشين من الطياره بيكرهوني لهون؟ بيكرهوني. طب كيف رح تغنوا سوا اذا مش عارف؟ ولا حب هذا الكره المتبادل. تمثيل. بعرف قد ايه انتم اصحاب جدا عمر من عمر يعني عمر. نعم هلا بس نقول عمر، نعم. يعني بنحس بهالعمر، يعني هنقول نجوم التسعينات، هلا انتم نجوم للسنين الطويله باقيين. دام ذو كرم اخلاقك، انا مولود في ثالثه ثانوي، محمد مولود في ثانيه، حسام لسه وهشام لسه اطفال. ناطرين ببيروت الحفله، الكل حاببها مهتم ان شاء الله. الناس تبسط، اهم حاجه شو محضرنا؟ والله محضر مكرونه في الفرن و محضر اغاني، ست اغاني ان شاء الله، كل واحد له نص ساعه، ما محضرين احسن حاجه ان شاء الله. رح تغنوا مع بعض ولا كل واحد رح يطلع بوصله وحده؟ أنا وهشام يعني احتمال نغني مع بعض، احتمال مش أكيد يعني، حسب الرؤية بيني وبينه يعني. نفسية طبعا عارفة، لأن نغني مع بعض طبعا أكيد. ومحمد يعني طبعا محمد ما عملش دوتوهات خالص، حسام ما عملش، فأنا وهشام بس اللي عملنا دوت. برأيك المستمع أو المشاهد اللبناني بشو بيتذكرك بأي أغنية؟ لا هو عشان أنا عملت أغاني يعني، مثلا عملت مايا نصري أخبارك إيه حبيبي دي. أخبارك إيه وعم يا وحشني وأنت جنبي ماشي يا حدي وبنت الجيران ابن الجيران وعم لا سهرني صح يعني كملحن أو موزع. الاغنيات التسعينات برايك اكثر غنيه هلا بدون لي انا ولا اللي اكيد لك؟ عيني طبعا عيني نفسي ومنى عيني. في يا منى؟ نعم نعم في يا منى. منور يا منى والله. ثانك يو ثانك يو. رح تبقوا كم يوم بدكم تشوفوا بيروت؟ بكره بالليل ماشيين ان شاء الله بعد الحفله على طول. معقوله ما تنزلوا على بيروت تدوقوا الاكل اللبناني؟ عندنا شغل السبت انا وهشام في العلمين. ايوه نعم نعم. وكيف تخبرنا عن صيف حميد حضرتك؟ والله هو الصيف دايما احنا عاده بنكون في ساحل العالمين كده على طول يعني، مهرجان العالمين بيبقى لامم يعني في تجمع جميل يعني. نعم. احمد عيتاني وفيلفت برودكشنز قد ايه بتعنيك ان تكون انت موجود مع هيدي الشركه؟ شركه محترمه جدا 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 ما شاء الله عليهم تبارك الله يعني، وربنا يحفظهم وعلى طول النشاط على طول ان شاء الله. ام تي في وان تي في نحن بنحبك، شو بتقلنا؟ ام تي في وان تي في ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يكرمكم تبقوا دايما متفوقين.